سيداتي نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معاكم محمد زرزة إيجيبشن فيش توك، حلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الخامس، وسلسلة جديدة بنقدمها في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وسلامة يا رب، وأهلكم وأحبابكم في خير وسعادة وهنا دايما إن شاء الله، وأشوفكم كل سنة بإذن الله على خير. اسمها حوض أحلامك. كل واحد فينا بيحلم بحوض معين هو نفسه يعمله، وأوقات الأفكار بتيجي في دماغ الواحد بس مبقاش عارف إزاي يصغها وازاي يمشي على خطوات عشان يقدر ينفذ الفكره دي اصلا، وهل الفكره بتبقى ساعتها قابله للتنفيذ ولا الموضوع بيعتبر مجرد افكار بس. انا في حوض كنت بحلم ان انا اعمله بطريقه معينه، ان شاء الله ده هيبقى الموضوع بتاع السلسله دي كلها، ويمكن لما جت الكراب او الفامباير كراب او كابوريا صغيره اللي انا جبتها من الحاج محمد حلمي دي ادتني الدفعه ان انا اشوف فيديوهات اكتر لنفس نوعيه الاحواض دي، ان انا ابتدي اشتغل عليها وخطط لها فعلا واشوف مين ينفذها والكلام ده كله. السلسله هتبقى عباره عن ازاي انا نفذت او بنفذ، واخدكم معايا خطوه بخطوه لنوع ترندي قوي او حاجه جديده قوي ابتدت تنشط الفتره الاخيره في الهوايه. فقبل ما اتكلم في الموضوع ده يا ريت تعمل لايك او اعجبني وسبسكرايب او اشتراك للقناه، لو انت بتتفرج على الفيسبوك تعمل لايك للبيج وتتابعنا كويس قوي قوي قوي. تعالوا نشوف الانترو وبعد كده نخش في التفاصيل، يلا بينا. الموضوع بدأ معايا ازاي؟ الموضوع بدأ ان انا ابتديت اشوف احواض اكثر ان هي تبقى ملائمة لموضوع الفامباير كرابس، لان انا لما جبتهم ما شاء الله ابتدوا ياكلوا وابتدوا يتطوروا وصحتهم اتحسنت كتير، فده شجعني ان اعملهم بيها اكثر احترافية. فلما اتفرجت على فيديوهات كتيرة ازاي تعمل تانك بتاع فامباير كراب، فالموضوع راح بيا للحوض الحلم اللي انا بفكر فيه وازاي انفذه، حوض البلداريوم. القصة كلها هو بيبقى حوض النظام مغلق بشكل ما، في نظام ميستنج او ترطيب بطريقه معينه وطريقه احترافيه. يمكن انا كان عندي حوض اللي كان فيه الشلال اللي كان محطوط ورايا، الحوض ده فضل قاعد فتره معانا وكان عاجب الناس جدا، لكن انا باذن الله هاخدكم للنكست ستيب او الخطوه الثانيه. كنت رسمت تخطيط للحوض ده، تعالوا اوريكم التخطيط وشويه فيديوهات لمين قدر ينفذ الحوض في الاخر، ننفذه ازاي، وهنبص بص على الحوض بعد ما تنفذ في الفيز الاولاني خالص اللي هو الحوض جه. انا حتى ما شفتش الستيكرز بتاعه الاكليريك اللي عليه، وهنشوف التفاصيل دي كلها. تعالوا الاول نشوف التخطيط ونبص عليه، يلا بينا. طيب نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. و التخطيط او المخطط بتاع الحوض اللي انا كان في دماغي او ان انا كان نفسي اعمله، انا طول عمري بفكر في بلداريوم حاجه تكون سيستم مغلق او شكل مغلق بقدر الامكان، بحيث ان هو يبقى ليه باب اقدر اربي فيه كذا حاجه، وفي نفس الوقت في نظام تهويه كويس عشان الرطوبه ما تزيدش قوي، يحصل احتباس حراري جوه، درجه حراره تعلى فالكائنات تموت والنباتات تموت، وفي نفس الوقت يكون في نظام ترطيب احترافي شويه. فحاجات كتيرة بتجمع ان الحوض ده تحدي في حد ذاته، كمان قصة الباب او فكرة الباب ازاي تفتحه وتقفله ده تحدي في حد ذاته، لان هيودينا مثلا للفئة بتاعت الاحواض السكوري الببان مثلا السكوريت، فهتحط مفصلة. المهم هقول لكم الفكرة جات منين. انا الترابيزة بتاعتي 50 سنتي في 40 سنتي عمق، فانا عملتها 49 في 39 بحيث ان انا اكسب سنتي كمان، يكون الحوض مريح بس ما يجيش بالظبط عشان ما تحصلش مشاكل في القعده. الباب ارتفاع الحوض ده 60 سنتي في 5 ملي، سوري في 5 سنتي، شفه 5 سنتي هنا، مداريه السيستم بتاع الميستنج، وفي نفس الوقت 3 سنتي شفه يركب عليها كشاف. الحوض هيبقى بلاك من الجنب عشان انا باذن الله ناوي اعمل الشكل على اليمين وعلى الشمال، وفي الظهر كمان يبقى فيه سكيب، وكمان ارتفاع الشفه اللي هيبقى فيها الميه 12 سم، لان انا مش محتاج ميه كتير، يمكن هنعتمد على تانك خارجي ناخد منه الميه عشان نعمل ترطيب، بس هل لو احنا عملنا كده معناه ان المعدل بتاع الميه ده هيعلى مع الوقت، ممكن يعمل اوفر فلو يدلق بره، ف
ده فكرة، دي تحدي تاني يعني، ده هيقابلنا مع الحلقات. التحدي ده تحدي التنفيذ نفسه المناسب اللي شفت الشغل بتاعه في الحتة بتاعت الاكريليك، لان انا كنت عايز حد شاطر كمان في الحتة بتاعت الاكريليك. يمكن عمر عاطف، عمر عاطف من الشباب الواعدة جدا، واسمه مسمع في القصة بتاعت حوض يعني عمل الاحواض في اسكندرية. والراجل ما خيبش ظني فيه بصراحة، يعني الراجل عمل الحوض زي ما انا كنت متخيل بنسبة 99.9% ان الكمال لله وحده، لكن هو عمل الموضوع حلو قوي قوي قوي. في فكرة انا ضفتها عشان اعمل الباب من غير المفصلة بتاعت سيكوريت، وهو كان يفضل ان هو يتعمله مفصلة، بس انا كنت شايف ان هي ممكن تبقى كبيرة في حاجات اصغر شوية. طب هو لما يتفتح هيبقى مفتوح ازاي من الاخر؟ طب انا عامل حسابي ان الحوض ده طبعا مفصلة، معناه ان الباب ده سيكوريت هيبقى مثلا 8 مللي سيكوريت، وانا كان طلبي ان الحوض يتعمل 8 مللي، انا بشتغلش 6 مللي بكل الاحوال، بقلق منها جدا يعني. فساعتها لما اتكلمت معاه قلت له خلاص اعمله لي 8 مللي عادي، وهتكلم على فكرة هو اتكلف كام والتكاليف والكلام ده كله باذن الله مع بعض في الحلقة. فانا قلت له اعمله لي 8 مللي عادي، وانا بتكلم معاكم كمان هو هتظهر فيديوهات شوية ان هو كان بيبعت لي الفيديوهات وهو بيعمله، فهو كان ابتدى بتجميع الحوض بالازاز مثلا، وبعد كده ابتدى يركب بعد التجميع ورهولي فعجبني ما شاء الله، وبعد كده ابتدى يركب الشفة اللي فوق الازاز، وبعد كده ابتدى يعمل الجوانب الاسود والشفة يحط اكليريك، فقلت له لا، وعمل حتة صغيرة اكليريك تحت، وبعد كده زود سطر تاني. يعني شغل اللي انتوا شايفينه ده كله اتعمل على مراحل، واتعمل بالطريقة اللي انا كانت ترضيني. الحوض الحمد لله رب العالمين وصل، هنتكلم عنه برضو في الحلقة، بس انا عايز اوريك ازاي تخطط وساعة التنفيذ تنفذ ازاي، لان كنا عاملين حاجة اسمها برين ستورمينج، او يعني عصف ذهني انا وعمر بشكل كبير، وخصوصا ان انا كنت اتفرج على فيديوهات برا للموضوع، فالقصة كانت محمسة جدا بصراحة، فكل شوية عمال اتفرج فيديوهات. فاول خطوة تعملها وانت بترسم التخطيط اتفرج على فيديوهات عشان تقدر تعرف ايه التحديات اللي قدامك، لان انا زي ما قلت لكم عندي كذا، كان عندي كذا تحدي. تحدي الباب وده انا حليته، جات لي فكرة كده نفذتها وكانت جامدة جدا بصراحة، والحمد لله رب العالمين نفعت، عجبت عمر حتى جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا كمان عندنا التحدي بتاع الميستنج او الترطيب، وعندنا التحدي بتاع ان انا هعمل الترطيب اصلا هيبقى فلتر مية بتاع ار او، يعني هيبقى سوري بموتور مية بتاع ار او، ودي قصة تانية هنتطرق لها في حلقة تانية. واللي هيجي يركب ان شاء الله السيستم بتاع الترطيب هيبقى حسام صديقي عبقري الفلاتر، لان الموضوع هحتاج فيه توصيلات كتيرة واحتاج كلام كده. وكمان نزلت جبت حاجات من العتبة وشارع السبتية، في حاجات هناك مهمة برضو، وتحديات بتاعت الترطيب ده هيبقى ليه حلقة لوحده وهنتكلم فيها بالتفصيل وازاي بإذن الله هيتعمل، واتمنى ان هو ينجح. ان انا وانا بكلمكم دلوقتي انا لسه ما عملتوش، بس جبت التولز وكلمت مع حسام فهو طمني الى حد ما، فهنتكلم في الموضوع ده بعدين. انا بس عايز اوريكم الصورة اللي انا بعتها لعمر عشان نبتدي ننفذ عليها او ننفذ حاجة شبهها كده. دي الصورة اللي انا قلت له انا عايز انفذ حاجة شبهها كده، وكنت انا ملاحظ ان السقف شبك مع الاضاءة. ليه؟ عشان الرطوبة ما تتكتمش ويحصل تبادل غازات جوه، فما يحصلش ان يحصل احتباس حراري مثلا معانا في الصيف كمان، ان الصيف تحدي تاني، فالحوض ده يتخنق ويموت، فالموضوع كان صعب جدا. فهو نفذ طبعا الشبكة دي وعمل الكلام ده كله. تعالوا نشوف الحوض. الحوض لسه بالستيكرز بتاعت الاكليريك، انا ما شلتهاش باذن الله لما نخلص الاسكيب في الحلقة بتاعت الاسكيب، ان احنا انا بكلمكم على التخطيط والتنفيذ، الحوض اتنفذ ازاي وتخطط له ازاي، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم ونخش حلقة بقى الميستنج سيستم او نظام الترطيب هيتركب الاول، ونعمل حسابنا للباور هيد اللي هتركب هتقلب المية تحت، والتأسيس اللي هيبقى ورا الاسكيب، بحيث ان احنا ما نغفلش حاجة، ان انا عمال كل شوية اعلي واضيف افكار اضيف افكار، فحاسس الموضوع ان شاء الله هيبقى لطيف جدا وحلو. وكمان ان شاء الله يعني هيبقى في الحلقه بتاعت الاسكيب والحلقه بتاعت الزراعه، لسه احنا معانا
وقت باذن الله ان احنا ننفذ. وكمان هكلمكم على الحاجات اللي انا جبتها ان شاء الله في حلقه، في كل حلقه الحاجه بتاعتها وسعرها كام وسعر الحوض ده كام وكل حاجه هكلمكم فيها بالترتيب. تعالوا نشوف الحوض ونتكلم عنه بالتفصيل، يلا بينا. سيداتي انساتي ساداتي، طبعا طبعا بس عشان ايه، دي استيكرات لسه كلها، يعني ده بيتشال يبقى شفاف تماما، يعني ده هيبقى زيه زي الازاز بالظبط. وده ستيكر، ده اسود 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 كشاف بتاع خالد هنتكلم عنه. فعندنا موضوع النهارده. طيب المقاسات 49 قول 50 في 40 في ارتفاع 60. طيب نتكلم على الباب واتعمل ازاي. قلت له هات شيت او يعني لوح اكليريك، هو الاكليريك بيبقى خفيف، ونعمل مساطر مغناطيس بحيث ان احنا لما نيجي نفتح كده ده بيتشال عادي جدا، وبعد كده بيقوم راكب ومرتكز على المغناطيس اهو اهو، بايت مكانه مظبوط، مش هيدي فرصة لأي حاجة تهرب. بصوا قافل ازاي من تحت. ده الباب بمنتهى البساطة، اكليريك وشيتين مغناطيس او مسطرتين مغناطيس ومسطرتين مغناطيس في نفس الناحية، وادي الشكل النهائي. دي ان شاء الله الجزء الحتة الدريفت من احد الحتت الاساسية اللي احنا نستخدمها في السكيب، بس انا حطيتها كده. يعني حوض شبك من فوق عشان نقدر نربي فيه اللي احنا عايزينه. ده طبعا اسود كله هيتشال لما نخلص سكيب، بس انا مش عايز حاجه تتجرح. ازاز 8 ملي شطف كمبيوتر ومتقفل بنظافه، والشفه اللي 12 ملي. دي اللي عايز يسال عليها، دي ساكن كابس او اللي هي بتلزق برقبه متحركه عشان نركب عليها ان شاء الله الرؤوس اللي بتعمل ميستنج، لان انا او ترطيب، لان باذن الله اللي ناوي اعمله ايه، ان انا هركب مثلا الرؤوس دي هنا كده واركب فيها الرؤوس بتاعه الترطيب وتبخ في هذا الاتجاه. والحوض لما يجي تعمله ان شاء الله الاسكيب هيبقى الاسكيب في الظهر وفي الجناب، يعني هيبقى كل ده زرع، فهحتاج ان انا ارطب باتنين هنا، واحده كده وواحده كده، او هنشوف ايه اللي هيحصل. النوزلز اللي احنا هنجيبها بتاعه الترطيب هيبقى شكلها عامل ازاي وهتتم ازاي، فده موضوع مهم جدا. فالفكره في التنفيذ ان هي كانت ترتيب الافكار ان احنا نعملها ونقعد نفكر بالراحه. والكلام ده طبعا ده ستيكر برضو، ده ما هيتشال كله، فبص ده اسود بلاك خالص، فده لما يتشال هيبقى لونه اسود خالص. فالفكره في التنفيذ ان احنا ان شاء الله لما نيجي نعمل الحوض ده البلداريوم ده هيبقى شكله باذن الله حاجه واو، زي ما هو معمول بره بالظبط، نفس المواصفات بنفس كل حاجه، حتى الباب جميل جدا وخفيف وهيبقى شفاف تماما، نقدر نصور منه كمان، فالدنيا هتبقى جميله جدا. الحوض ده لو ازاز عادي مش سيكوريت وشغل هيكلف 2500، لو هو ازاز سيكوريت وشغل بقى الباب ومفصلات والكلام ده هيكلف 3500 جنيه تقريبا، وعمر اللي منفذه. انا بشكر عمر جدا 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 على اللعب والحرفانة بتاعته، لان لا الحوض شكله حلو فعلا. انت لسه ان شاء الله لما تشوف الاستيكرات لما تتشال المغطية السواد ده لما هنعمل اسكيب شكله تحفه جدا ما شاء الله، حاجه زي الفل. طبعا بنصح بقى الناس اللي هي بتفكر تعمل مشروع زي ده او يعني بروجكت زي ده ان هي تبتدي ان هي تفكر في القصه بتاعه الاسكيب، او تفكر ازاي الاحواض تتعمل. تفرج على فيديوهات كتيره جدا بره بقى ايه مهمه، يعني فيديوهات حلوه يعني بتتكلم عن الموضوع وازاي بيتعمل وازاي تعمل ميستنج سيستم دي اي واي او نظام ترطيب يدوي، وتذاكر الموضوع ده كويس عشان تاخد اعلى نتيجه في الاخر باذن الله. وهقول لكم الحاجات بتاعه الترطيب دي هتتعمل ازاي بالتفصيل، وجبنا ايه وما جبناش ايه والكلام ده كله. خلينا اكلمكم على الاضاءه. طبعا انا خالد طاهر عمل كشاف، الكشاف ده لسه جديد، انا ما اعرفش حتى سعره. بص فيه 3 وحدات ليد مسطره جوه كبار، حتى كشاف سخن انا مركب له فانا عشان التبريد. وبصوا الكليريك، الوحدات اللي ماسكه فيه الكليريك الجميله،
نفس الوحدات دي خالد عاملها في الليد بار الجديد البلاك بتاعه ده، كان ليد بار قال لي ما تعلنش عنه دلوقتي خالص الا لما ابقى مستعد، هو دلوقتي مستعد خلاص. نفس الموضوع انا كنت مركبه اصلا في الحب بتاع الكابوريا، وقعد عندي كتير واضاءته فوق الممتازة، فوق الممتازة، حاجة قوية وحاجة محترمة جدا جدا جدا، بالتقفيل بكل حاجة، نفس الـ الاكليريك ده. فده خالد مجهزه وتقدر تطلبه منه، وخالد بيعمل ده باي اوردر، وده حاجة جديدة لسه، بس طبعا عامل الحوض اضاءة محترمة قوي. هنبص عليه موبايل بس مش مستحمل حاجة محترمة. ف يعني ده المشروع بإذن الله اللي انا بعمله، مش عايز اوريكم بقى الحاجات اللي احنا جبناها بقى، الفوم واللزق والكلام ده هنتكلم عليه ان شاء الله في حلقة لوحده، والبيتنوس والكوكو بيت والكلام ده والنوزلز وانواع موس جديدة، في انواع موس هنا، في نوعين موس هنا اول مرة اجيبهم، ويلو موس ونوع تاني كده برضو. فلا عندنا حاجات كتيرة ان شاء الله تشوفوها. تسلم ايدك يا عمر. الرحلة ان شاء الله دي بدايتها ومستمرة لحد ما نوصل لاحلى واحسن معدل ان شاء الله من كل حاجة، ونوصل للشكل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركة لاصحابك المهتمين بالهواية، ويا ريت ما تنساش تفعل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.